أهلا شيماء، بالفعل نتواجد داخل الغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة البحيرة لنتابع معكم ثاني أيام العملية الانتخابية والتي بدأت بالفعل في تمام الساعة 9 من صباح هذا اليوم، وفتحت اللجان يعني أبوابها لاستقبال المواطنين لإدلاء بأصواتهم. مزيد من التفاصيل حول سير العملية الانتخابية تنضم إلي على الهواء مباشرة محافظ البحيرة مهندسة نادية عبدو. أنا برحب بحضرتك وأسفة طبعا على الإطالة. في البداية يا فندم، حضرتك قمتي بجولة تفقدية اليوم في عدد من المراكز الانتخابية، لو تحدثينا عن سير العملية الانتخابية في محافظة البحيرة. أولا أهلا بكم في الغرفة الرئيسية في محافظة البحيرة. حقيقة احنا امبارح لغاية الساعة 9:30 كده كنا بنجمع كل الإحصاءات بتاعت الناخبين، فلقينا بعض مراكز يعني التصويت بتاعها مش مناسب للكتل الانتخابية ومراكز معقولة جدا، فطبعا عملنا خطة عمل، ويمكن خلينا كل رؤساء المراكز ورؤساء القرى عملوا أيضا خطة عمل، يعني كل واحد لازم يشوف الأسباب بتاعت عدم وفود الناخبين والأسباب اللي هي جابت الناخبين كتير ويقلدوهم. بس كتناش كده الصبح الحقيقة بالتليفون أكتر من مثلا 60 تليفون، أنت عندك إيه، أنت عملت إيه، ثم توجهنا إلى الجولات اللي على الطبيعة. رحنا دمنهور في 7-8 مراكز، رحنا حوش عيسى، رحنا كفر الدوار، يمكن حنعود برضو نروح كفر الدوار، لأن بيبقى عند حضرتك في مراكز الكتلة الانتخابية بتاعتها، يعني عندنا مثلا دمنهور وكفر الدوار الكتلة الانتخابية بتاعتها 1.1 مليون ناخب من 1.8 مليون ناخب، والباقي بقى بيبقى 300,000 400,000 100,000 50,000، فاحنا بنشجعهم كلهم. دلوقتي الساعة 4 الحمد لله عندنا نسبة جيدة، نقدر نقول انها جيدة، يمكن جيدة بشرطة كده ولا حاجة، على اخر النهار ان شاء الله هنبقى كويسين، وهنعاود طبعا بكرة اخر يوم. انا الحين ما بروح اللجان وبشوف الناس بقول لهم ساعات هتفرق معاكم ان ارضكم ومصر تبقى معاكم، ان ارضكم ومصر ومشروعاتكم القومية واقتصادكم اللي هيتحسن في كل مؤشراته هيبقى من اللحظة دي، فاحنا حرام نضيع ساعة واحدة ان احنا ما نروحش ننتخب بكثافة. يعني يا فندم، غرفة العمليات هل رصدت اي شكاوى اي مشاكل خلال الفترة الماضية؟ ولو في مؤشرات واضحة وارقام عن التصويت وصلت كامل الاعداد لحد دلوقتي؟ يعني الحقيقة ما واجهناش مشاكل الحمد لله، يمكن بعض التوجيهات بنقول والله حتى ساعة الغدا دي تبقى أقل من ساعة عشان الناس تقدر تنتخب، لكن المؤشرات لسه هقولها لك بكرة إن شاء الله. المؤشرات أقدر أقول جيد، وزي ما قلت لك في المراكز الكبيرة أو الكتل الانتخابية الكبيرة تعتبر جيدة إن شاء الله. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، ويعني هذا كان لقائنا مع محافظ البحيرة مهندسة نادية عبدو التي حدثتنا عن سير العملية الانتخابية في يومها الثاني، وأعود إليك شيماء في الاستوديو.